افتتح الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بحكومة الشرقة مهرجان الجامعة القاسمية للثقافات في نسخته الثانية. حضر الافتتاح الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية وسعادة محمد دياب الموسى المستشار التربوي بالديوان الأميري لحاكم الشرقة وسعادة سلطان مطر بن دلموج رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشرقة للقرآن الكريم والسنة الحكومية وسعادة جمال الطريفي عضو مجلس الشرقة للإعلام وعدد من كبار الشخصيات وسفراء والقناصل. مهرجان الجامعة القاسمية للثقافات في نسخته الثانية يهدف إلى تسليط الضوء على تعدد الثقافات والحضارات التي تحتضنها الجامعة عبر طلاب يمثلون 60 جنسية أبدعوا في إبراز ثقافات دولهم ليحمل شعار في قلوب العالم يا زايد في إطار احتفالات الدولة وتوجهاتها المباركة لعام 2018 ليكون عام زايد الذي ملأ العالم بمآثره وكرمه ومشاريعه. أشكر الجامعة القاسمية على تنظيمها إلى مهرجان القاسمية للثقافات التي تستقطب تقريباً 60 جنسية، والصراحة أنا سعيد جداً بتواجدي اليوم هنا، ونتمنى من الجميع حتى يحضر ليستفيد من هذه الثقافات إن شاء الله. بفضل الله تبارك وتعالى لمبتهج اليوم، أي مبتهج؟ لماذا؟ لأني أرى الدنيا كلها تجمعت هنا على أرض الشارقة في الجامعة القاسمية. ذلك الصرح العلمي الكبير الذي أسسه حضرة صاحب السمو وجعله هدية للدنيا كلها لكي نستقطب الطلبة من كل بلاد العالم ليتزودوا بالعلم النافع إن شاء الله. المهرجان احتوى على العديد من الأجنحة التي خصصت للطلبة للتعريف بعادات دولهم وثقافاتهم، حيث استعرض فيها الطلاب والطالبات كل على حدة المعالم التي تعكس موروثات دولهم من أزياء ومأكولات شعبية وعروض فلكلورية وفنون شعبية. هذه المشاركة سمحت لنا أن نتعرف على الثقافات بطريقة معمقة، وتاني نعرفوا بها الجنسيات الأخرى والناس اللي حيجيوا يزورنا. جناح الجامعة المخصص لدولة الإمارات العربية المتحدة يهدف لإطلاع طلبة الجامعة والزوار على تاريخ وتراث وحضارة الإمارات، والذي اشتمل ركنا متكاملا عن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله. مهرجان القاسمية للثقافات يأتي تماشياً مع رؤية الجامعة القاسمية التي خطها رئيس الجامعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز الانفتاح على الآخر واحترام الاختلافات الثقافية، وكذلك حرص سموه على أن تكون الجامعة القاسمية منارة للعلم والحضارة والانفتاح لتحقق التقارب الإنساني بين الشعوب والحضارات. لإبراز الثقافات والحضارات العالمية وتسليط الضوء على الإنجازات والمساهمات الخيرية للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى حول العالم، جاء انطلاق مهرجان القاسمية للثقافات تحت شعار في قلوب العالم يا زايد. لأخبار الدار لمياء المازمي من الجامعة القاسمية.